بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. حضرة السيد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، حضرة السيد رئيس مؤسسة عبد الله قنون للثقافة والبحث العلمي، حضرة السيد رئيس منظمة المجتمع المدني الدولية لقيم المواطنة والتنمية والحوار، سعادة السيد السفير، أيها الجمع الكريم كل باسمه وصفته، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف أنكم قد نال منكم التعب منالة، والأستاذ الكريم سلم حجوب كان قد مناكم بانتهاء المداخلات وأنه هو الختام، فإذا بي أجد نفسي أمامكم الآن، ولكن سأحاول أن أختصر اختصارا إن شاء الله. أيها الحضور الكريم، أسعد جدا بالمشاركة ضمن فعالية هذه الندوة الاحتفالية والاحتفائية بجهود منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة في شخص السيد المدير العام الدكتور سالم بن محمد المالك، وبجهوده المبذولة في خدمة التربية والعلوم والثقافة بمختلف دول العالم الإسلامي. هذه المداخلة الموسومة بجهود إيسيسكو في تطوير التعليم الإلكتروني نحو استراتيجية لدول العالم الإسلامي تندرج ضمن المداخلات التي ستتجه للحديث عن قضية هي من القضايا الاستراتيجية، هي قضية التربية والتعليم في سياق ربطها بالتطورات الحديثة خاصة تكنولوجيا الإعلام والاتصال. هذا الموضوع فضلاً عن كونه مجالاً للاهتمام كان أيضاً من أحد الأبواب التي ولجت بها للاشتغال مع منظمة إيسيسكو، حيث كانت فترة الجائحة فترة أتيحت فيها الفرصة لنا لكي نسهم من خلال مواقعنا في ظل الحجر الصحي بالمساهمة من خلال كبسولات. هذه الكبسولات كانت للتوعية ولأجل تقديم يد العون من خلال اقتراح مجموعة من الوسائل والطرائق والاستراتيجيات المرتبطة بالتدريس التي تقدم للمدرسين والمدرسات والمتعلمين والمتعلمات لأجل تجاوز هذه الفترة الحرجة من تاريخ البشرية والتي قبع فيها الجميع في بيوتهم، وأصبح التعليم عوض النمط التقليدي المعروف بنمط آخر وهو التدريس عن بعد باعتماد التدريس الإلكتروني. سأحاول أن أختصر هذه المداخلة في ثلاث نقط أساسية: التعليم الإلكتروني من حيث المفهوم، ثم جهود إيسيسكو في التطوير، ثم نحو استراتيجية للعالم الإسلامي. العقدان الأخيران أيها الحضور الكريم شهدا تحولات كبرى في شتى المجالات، لعل أحد أهمها هو الانفجار التقني والتطور التكنولوجي والمعلوماتي والذكاء الاصطناعي. عملت الدول على بذل الكثير من الجهد لمواكبة هذه التطورات والتحولات بما ينعكس إيجاباً على تجويد المرافق العامة عموماً أو على مستوى التربية والتعليم على وجه الخصوص، حيث أصبحنا اليوم أمام وضع يفرض علينا سلوكاً عاماً يقضي برقمنة الخدمات والانتقال المرن من الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية. لذلك أصبح لزاماً اليوم أن تشتغل معظم نظم التعليم بما هو متاح من إمكانات للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها في التعليم. وإذا كانت مختلف الدول متفاوتة على مستوى إدماج التعليم الإلكتروني، فإن جائحة كورونا فرضت تسريع وتيرة هذا الإدماج، بل إن الجائحة جعلتنا نطرح أسئلة جوهرية وعميقة. على بساطتها، هل كانت ثمة رؤى وخطط استراتيجية واضحة تواكب الحاجات الإنسانية المتزايدة من جهة بشكل عام وطبيعة التحولات التقنية من جهة ثانية، أم أننا كنا إزاء خطط طارئة اضطرت مختلف الحكومات للتعامل معها كأمر واقع في ظل تعليق الدراسة في دول العالم زمن الجائحة؟ هل يمكن الانتقال للتعليم الإلكتروني دون الأخذ بالحسبان المشكلات الموجودة في بعض النظم التعليمية ومن دون خطط متكاملة في هذا المجال؟ هل يحتاج التعلم والتعليم الإلكتروني إلى تكافؤ فرص خاصة في ظل التفاوتات الموجودة بين الدول بشكل عام وبين مناطق الدولة الواحدة على مستوى البنى التحتية، فضلاً عن المناهج والبرامج وأنماط التقويم إلى غير ذلك من مقومات المنظومات التربوية؟ إن محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة والاستئناس بالتجارب الموجودة اليوم والاستئناس أيضاً بما هو متاح من معطيات وإحصاءات يكشف لنا بعض الأمور. الأولها وجود تفاوتات كبرى في الاستثمار،
أي في مجال تكنولوجيا التعليم. فبعض الدول خاصة في مستوى العالم العربي والإسلامي قطعت أشواطا كثيرة، طلعت على مجموعة من النماذج المنهجية في دول العالم العربي والإسلامي، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عمان، بعض الدول قطعت أشواطا كبيرة في مجال التعليم والتعلم الإلكتروني، ولكن هنالك دول أخرى لا زالت تراوح مكانها في هذا النمط من التعليم. غلبت الخطط المؤقتة والتدبير التقني على الاستراتيجيات واضحة الأهداف محددة الوسائل والرزنامات الزمنية الواضحة. ثم أيضا عدم تجاوز التعليم الإلكتروني في بعض التجارب، إعداد موارد رقمية متاحة للمتدخلين في العملية التعليمية التعلمية من مدرسين ومتعلمين إلى غير ذلك، دون ملامسة جوهر المنظومة من حيث المناهج الدراسية والبرامج والكتب التعليمية إلى غير ذلك. أيها الحضور الكريم، حينما نتحدث عن حقيقة مفهوم التعليم الإلكتروني نجد أنه تعريف غير ثابت. قد نطلع مثلا على تعريف اليونسكو، تعريف الجمعية الأمريكية للتعليم عن بعد، مجموعة من التعاريف المتخصصين، ولكن سنجد أن هذا التعريف هو تعريف متحرك غير ثابت. ما السبب في ذلك؟ هو طبيعة التحولات التقنية والتكنولوجية التي تجعل منه مفهوما حيا متحركا. كنا في زمن ما نتحدث عن التعليم، عن التعليم بالتراسل، عن التعليم بالراديو والوسائل السمعية والوسائل البصرية، بعد ذلك أصبحنا نتحدث عن التعليم بالتلفزيون ولكن التفاعلي وعن الراديو التفاعلي، ثم أصبحنا نتحدث عن التعلم بالإنترنت، ثم أصبحنا نتحدث اليوم عن التعلم بالذكاء الاصطناعي. إذن طبيعة هذه التحولات التكنولوجية المتسارعة تلقي بظلالها حتى على مفهوم التعليم الإلكتروني أو التعليم باستخدام التقنيات والوسائل الحديثة. طيب، هذا المفهوم أصبح يشمل اليوم مجموعة من المفاهيم التي قد تتداول، وإن كانت هنالك بعض التباينات والاختلافات على مستوى التدقيق التربوي، ولكن على العموم تستخدم كمترادفة. أصبح نتحدث عن التعليم عن بعد، عن التعليم المنزلي، التعلم غير المباشر، التعليم المستقل، التعليم المفتوح، الفصول الدراسية الافتراضية المتزامنة وغير المتزامنة، التعليم الرقمي التفاعلي، إلى غير ذلك من المفاهيم. المهم في هذه القضية هو أننا أصبحنا اليوم شئنا أم أبينا يجب علينا أن نبحث لأنفسنا عن موطئ قدم ضمن هذا المسار المتسارع، والذي إن لم نجد لنا فيه موطئ قدم فإنه سيتجاوزنا. ولذلك فإن هذا النوع من التعليم الإلكتروني سنجد أنفسنا بعد سنوات قليلة ربما سنجده هو النموذج الرسمي المعتمد في العالم. ربما لن نرى في مستقبل الأيام الكتاب الورقي، وأصبحنا اليوم نتحدث عن المكتبات الرقمية. ربما لن نرى كثيرا من النماذج التقليدية للمدرسة التي نعرفها في مستقبل قريب، ربما لن نجد هذه النماذج. ولذلك فإن الحاجة ماسة اليوم إلى ضرورة التموقع ضمن هذا النمط من التعليم. سأنتقل بكم باختصار للحديث عن بعض جهود الإيسيسكو في تطوير التعليم الإلكتروني. نعرف جميعا أن قطاع التربية في الإيسيسكو يشتغل على مجموعة من القضايا التعليمية، من قبيل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتعلم الكبار ومحو الأمية إلى غير ذلك من القضايا، وهنالك ركائز للعمل. والجميل في الأمر كيف ما ذكروا الإخوان المتدخلين قبل، هو أن الاطلاع على الموقع الإلكتروني اليوم على الصفحة التفاعلية في الفيسبوك لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة يكفينا في المعطيات وفي تحميل الكتب وفي الوثائق الخاصة بما يغنينا. أنا حينما كنت أعد هذه الورقة تواصلت مع مجموعة من الإخوان في المنظمة، فقلت لهم سأزور المنظمة لكي أطلع على بعض الوثائق، فقالوا لي يكفي أن تدخل إلى الموقع وإلى الصفحة، وبالفعل ذلك وجدت فيه بغيتي ومرادي، فتم إعداد هذه الورقة التي ستكون رهن إشارتكم. طيب، في ما يتعلق بجهود إيسيسكو في تطوير التعليم الإلكتروني، هناك مجالات للاشتغال والعمل. كاين المجال الاول مثلا مجال التاليف والكتابه. على مستوى التراكم المعرفي حققت المنظمه مجموعه من التراكمات في هذا الباب، عندنا مجموعه من المؤلفات المفيده وان في تخصصات معينه. مثلا عندنا مثلا دليل انتاج الوسائل التعليميه في ماده التربيه الاسلاميه، آليات النهوض بمنظومة التربية الأصيلة وتحديث أدائها في البلاد الإسلامية، استراتيجية تطوير التربية في العالم الإسلامي. هذه وثائق مكتوبة، ولكن هنالك بعض المبادرات التي أظهرت هذه الطفرة وهذه الطفرة القوية بالنسبة للمنظمة منذ سنة 2019 إلى الآن، على مستوى خصوصا في زمن كورونا. زمن كورونا بالنسبة للمنظمة عرف دقيقتين، مرحبا، عرف مبادرات خلاقة.
مثلا أطلقت الإيسيسكو مبادرة بعنوان بيت الإيسيسكو الرقمي، مساهمة منها في الحد من انعكاسات الإغلاق المستمر للمدارس. وعززت هذه المبادرة بمجموعة من المبادرات، منها أدوات التعلم عن بعد، البرنامج التعليمي الرقمي تعلم اللغة العربية كن ماهرا بها في بيتك، ثم برنامج العربية على الإنترنت، عدة الإيسيسكو لوضع المحتويات التربوية، ثم محاضرات الإيسيسكو التربوية التعلم عن بعد في زمن كوفيد، وكان لي الشرف بأن أساهم فيها بواحد أربعة أو خمسة ديال الكبسولات التي لا تتجاوز في مجموعة خمس دقائق في تطوير أنماط التعليم عن بعد، إلى غير ذلك من المبادرات. وربما توجت وكان من ثمرتها أيضا عقد مؤتمر افتراضي استثنائي لوزارة التربية للدول الأعضاء لتناول المنظومات التربوية في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ كوفيد 19 نموذجا. كاين أيضا مبادرات أخرى خلاقة ومهمة جدا نختم بها، مثلا الإعلان عن جائزة الإيسيسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة، وهذه في غاية الأهمية لكونها تشجع المبادرات الخلاقة والفاعلة. ثم أيضا إنشاء كرسي الإيسيسكو للتعليم المفتوح في جامعة محمد الخامس بالرباط، بالإضافة إلى مجموعة من الدورات التكوينية التي استهدفت مجموعة من الدول الإسلامية والإفريقية على وجه الخصوص. سأختم هذه المداخلة بعد الشكر والمحبة والتقدير للسيد رئيس هذه الجلسة فلأسميها توصية أو مقترحا، هو مقترح، وهو أن في ظل ما تعرفه مختلف أنظمة التربية والتعليم في دول العالم الإسلامي من تفاوتات على مستوى إدماج التعليم الإلكتروني والتحول إلى الرقمية والتعليم الإلكتروني، نحن نبحث اليوم عن استراتيجية واضحة المعالم لدول العالم الإسلامي تشمل أو تتجاوز المقاربات التجزئية لتناول قضايا معينة من قضايا المنظومة التربوية إلى تناول المنظومة في كليتها، بدءا من صلب المناهج الدراسية مرورا بالوسائل والطرائق والكتب التعليمية والممارسات الصفية وتكوين المدرسين إلى غير ذلك، لكي تصل إلى الفصول الدراسية. شاكرا لكم أيها الحضور الكريم والسيد الرئيس، حسن تتبعكم، أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.